في مدارنا الثقافي لهذا الأسبوع مهرجان شام المزمع إقامته في منتصف الشهر الجاري بمدينة حيفا، مهرجان يستقطب اهتماما كبيرا لدى الطهاة العرب واليهود في إسرائيل، وفي الشق الآخر انتقادات من قبل متابعين فلسطينيين والإعلام العربي أيضا. في فضاء المهرجان نطوف بعد هذا التقرير. للمرة الثالثة على التوالي سوف تفوح رائحة الأطباق الشامية الشهية من مطاعم البلدة التحتة في حيفا بين 13 و15 من الشهر القادم ديسمبر كانون الأول، احتفاء بالمطبخ العربي الشامي من خلال مهرجان الشام بفكرة خارجة عن المألوف. الفكرة هون بمهرجان الشام أنه نبين كل الأكلات القديمة اللي كنا نعملها قبل 100 سنة، والأكلات اللي إحنا ما قدرناش نعرفها أو ما قدرناش نشوفها أو نذوها عن طريق كتب أو عن طريق ستاتنا أو عن طريق ناس اللي مرأتنا هاي الوصفات. الفكرة هي أنه أخذنا هاي الوصفات القديمة وعملناها بصورة جديدة، صورة كتير مودرنة، وقدرنا نعيشها من أول بجديد. نشأ هذا المطبخ في بلاد الشام بين مدينة حلب شمالا، لبنان غربا، الأردن شرقا، والنقب جنوبا، واشتهر بالكثير من المأكولات الشعبية التي بدأت بالتلاشي من مطابخنا لأسباب عديدة. في قسم من الأكلات هاي بلشت تنقرض لأنه الناس بالنسبة لها هذا أكل فقراء وأكل يعني مش عصري يعني، فبطلت تعمله. في أكلات اللي إحنا برضو بنعملها لأنه بسبب الأبعاد الجغرافية وبسبب الحدود السياسية إحنا منعرفش إنه هاي الأكلات موجودة أصلاً، فالشيفات هنا بحيوها وبيجيبوها وبأخذوا الوصفات هاي وبعملوا الوجبات. مهرجان الشام يسلط هذه السنة الضوء على المأكولات الخاصة بالأعياد والمناسبات السعيدة والحزينة كذلك، وإلى جانب الطعام ستقام أيضا ندوات وورشات عمل وعروض موسيقية في أنحاء البلدة، جميعها مكرسة للثقافة العربية. وللحديث أكثر في هذا المدار وعن مهرجان الشام في مدينة حيفا ينضم إلي الآن عبر خدمة سكايب الشيف حمودي عقلي. مرحبا بك. إذن حمودي، يعني في البداية هنالك من لا يربط دائما بين الطعام والمأكولات والثقافة بالأساس، خبرنا أكثر يعني عن حجم الطعام والمأكولات من تراث وموروث كل شعب وبالتحديد الشعب العربي. تخيل انه الاكل هو الوسيله الوحيده اللي ممكن تعمل سلام بين كل الشعوب، تخيل انه الاكل هو الشيء الوحيد اللي بيقدر يعمل اتصال بين كل انسان وانسان، وكل انسان بحاجه لانه يتغذى او يتعشى وبحاجه للاكل. كيف بحس انه الاشي بحاجه انه يكون مهرجان على الشكل. يعني صنعتم الكثير من المأكولات أو طبختم الكثير من المأكولات الشعبية كما استمعنا في تقريرنا الميداني، ولكن في أي هويات وأي قالب تقدم؟ يعني هل هي هويات دعنا نقول من بلدان معينة أو ثقافات معينة خاصة ربما؟ راح نأكل الأكل هو الأكل من قديم الزمان، الأكل اللي كانوا يقدمون قبل 150 سنة طبعاً تحت الهوية الفلسطينية، اللي إحنا نأكل الأكل والأكلات الفلسطينية الموجودة ببلادنا في القرى في كل القرى الصغيرة اللي كانت من زمان، وقدرنا نحصل عن طريق كتب وصحف ومواقع عن هاي الوصفات وقدرنا نعملها. طبعاً عملنا لإشي كتير تجارب لحتى وصلنا لشو إحنا بدنا. هي الفكرة هي إحياء إشي كان من قديم الزمان وبنقدمه بطريقة كتير جديدة. نعم حمودي، بما أننا نتحدث ربما عن المطبخ والطعام الفلسطيني، خبرنا أكثر يعني عن أي مأكولات ربما للمشاهد الذي يجهل المطبخ الفلسطيني، عن أي مأكولات نتحدث؟ بيمتاز او بتميز بالاشياء الموجوده حواليه مثل البرغل والفرنكي والمسخن العربي والمجدره وكل انواع كل انواع البقوليات الموجوده له. فكثير وصفات بنشوف انه هي فيش فيها لحمه فيش فيها سمك، كثير وصفات اللي بنستعملها بيكون فيها كثير اشياء مثل العدس والبرغل وهي الاشياء. فالوجبات كل هذه المركبات حكيت من كل قريه ومن كل محل في
مباشرة واحدة خاصة اللي هي راح تكون بمطعم معين من خلال المهرجان اللي راح يشارك فيه ما يقارب من 60 مطعم. المهرجان راح يكون بين 13 ل 15 شهر بالبلدة تحت. يعني بما أنه حمودي نتحدث عن بحث أجريتموه حول تركيبة هذه المأكولات الشعبية الفلسطينية، هل لكل مأكول ربما أو طبخة معينة كما نقول في العربية العامية أو عربية الشارع، هل هنالك أي طقوس ربما لكل طبخة أو مأكول معينة؟ لكل طبخة ولكل طبخة معينة لها الطقوس تبعتها. في كل بلد تختلف عن محل لمحل. في مثلا شيء صغير، مثال صغير، انه هنا في عندنا قريه اللي هي موجوده على جبل، فبيعملوا هن نوع من الطبخه اللي هي مع اللحمه. لكن في عندنا قريه صغيره اللي هي قريه مش موجوده اليوم، كانت تعمل حد الجسر الزرقاء حد البحر، فهي بتقدم نفس الاكله بس بيكون فيها سمك. فالتضاريس والجبال وكل شيء بياثر على الشيء، وبكل مكان بيختلف الشيء. شكرا. نعم، شكرا لك شيف حمودي عقلي المشارك في هذا المهرجان، يعطيك ألف عافية.